فهذا شانه خصام جدال مزعج ولابد قولوا بقولنا، واللي ما يقول رأينا ولا قولنا خبيث مجرم خارج من الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش هذا المصيبة؟ فهذا نوع من الهواء في الدين خارج عن حقائق الدين، يبتلى به من يبتلى، يدنس أديانهم ويوحشها، يصير شانهم الخصام والجدال في الدين ليل ونهار، يفكرون في الجدال، حتى وحدهم ما حد عندهم يفكرون في الجدال ويتجادلون بالضروري، وفكروا في الجدال، في الصلاة وفي الجدال، خارج الصلاة في الجدال، ينامه في الجدال، يشبهوا في الجدال، أقول لهم بفعل لهم بنزلهم برد عليهم في هذا بفعل فيهم كذا، انكتب جدال وإن تكلم جدال وإن تحاور جدال، إن حصلك في السيارة جدال، إن حصل في الطائرة جدال، إن حصل في المطار جدال، إن حصل في الشارع جدال، هذا شأنه. ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وهذا شأنهم الجدال. ولما مر صلى الله عليه وسلم على جماعة فكان يتكلمون في بعض أسرار القضاء والقدر مما لا ينبغي الخوض فيه وإشاعته، فوقف: أبي هذا أرسلت إليكم؟ أبي هذا أمرتكم؟ قوموا فانظروا ما أمرتكم به فاتمروا ودعوا. ما تفتحون أبواب الخوض فيما لا يعني وفيما لا يفيد في الدين وفيما يتجاوز عقول العامة، تحطونه على بساط العامة؟ فساروا. ولهذا تجد بعض هؤلاء أغلته بسرعة، أول ما يسألون أطفال صغار عوام، أي واحد يلاقي أين الله؟ ناس آمنوا بالله وعلموا أن كل شيء يحتاج إليه وما يحتاج إلى شيء، وأنت قاعد تدور لهم مكان لربهم، كان ربك ذا محتاج لمكان يحل فيه ولا بلا. طيب هذا السؤال ورد عن من؟ وجاء عن من؟ حديث الجارية في مسلم، حديث الجارية في مسلم لفظه جاء بروايات أخرى تدل على غير هذه الرواية، أنه ما حصل مثل هذا، ولا عرف عن التعب أصحابه الخلفاء الراشدين وعن تابعين وعن تابعين، بعدين يتحول هو رأس الدين وهو أصل الدين. عجيب. لا جاء بعضهم عند بعض الأكياس من الماء. قال: أين الله؟ قال: وأنت يا قليل أدب ضيعت ربك وجيت تسأل علي عني عندي هنا؟ قال: ما أنت داري فين ربك، جيت تبحث عن ربك عندي هنا؟ من الله؟ سكت، ما عرف ايش يقول، هو بله وهذا عمي موفق، وأنت ضيعت ربك جيت تبحث علي عندي هنا تدور لربك؟ ما داري فين ربك؟ لا إله إلا هو. وقال له بعض الأكياس والأخيار من العلماء سألوا: أين الله؟ قال له: بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. هلا ولا بغيت تجسم أنت وتحجم وتعبد صنم والعياذ بالله تبارك وتعالى، وتدور محل، والحق خالق كل شيء، لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. بس هذا شأنهم، تعصب والبغض لمن خالفهم في مذهبهم ولو كان مسلم، ولو كان مسلم إلا يصرح بأنه أشد من اليهود والنصارى. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أخبث من اليهود والنصارى، أخس وأشد كفر منه. أول هذا بعده من قدامي، قتل أبوه هذا ولا قتل، بعدين اليهود من قدامي. بهذه الصورة شوف إلى فين يوصل هذا الغلو، وهذه العوبة الشيطان، لأنه ما يطمع بعد نور الهدى المنشور على يد المصطفى في الأمة، لا يطمع أن يعبده المصلون ولا أن يشركوا بلا شيء أبدا، لكن يطمع في التحريش. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، وهذا لجنود التحريش، الغلاة أكبر جند التحريش لإبليس،
يستخدمهم استخدام متقن، ها، يؤذي بهم الأمة ما لا يتمكن أن يوصلوا بغيرهم من الأذى. هم أدوات التحريش حقه، أصحاب الغلو في الأديان.